تقدير شديد لمؤسساتنا العسكرية، بس المؤسسة العسكرية بعيدا عن الشق الاقتصادي، عن الشق العسكري، هي جهة بتعمل عمل اقتصادي، وبالتالي تحق ليا كأحد أبناء هذه البلد إني أتناقش معاه. المؤتمر النهارده التفاصيل اللي جوه التفاصيل الفنية اللي جوه الموضوع تفاصيل كتيرة جدا جدا، يصعب إن إحنا نطرحها في مؤتمر أو اتنين أو ثلاثة. كل اللي إحنا بنقوله، وده هدف من أهداف المؤتمر النهارده، إنه لابد من نية خالصة لدى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في العمل لصالح الشركات اللي بتعمل فيها مئات الآلاف من العمالة، والشركات اللي بتضخ في شرايين الاقتصاد المصري زي ما قال زميلي أشرف 65% من قيمة كل إعلان بتقول إلى الدولة. ممكن تفسرها الناس تفهم إزاي يعني؟ يعني ما مش عايز أخش في التفاصيل، يعني أنا عايز أقول له إجمالي لو إعلان 100,000 جنيه أنا بدفع منه 65,000 جنيه. بدفع تراخيص وبدفع ضريبة مبيعات وبدفع ضريبة دمغة وخدمات إعلان، وجمعت في الاخر ضريبه ارباح تجاريه وصناعيه بيبقى اكتر كمان من 65%. فاحنا بنقول انه مفيش، ما في بتوصل ل 80%، مفيش مهنه في مصر بتورد. هم يقول لك ايه ده الاعلان ده بيتباع بمليار، العقد معمول بمليون جنيه. اوكي، المليون جنيه دول داخل للدوله فيهم 800,000 جنيه ضريبه دمغه وضريبه مبيعات وتراخيص وضريبة أرباح تجارية وصناعية. في الآخر لما تيجي تشوفي النت للي داخل للشركة لو وصل 20% بنقول ألف حمد وشكر يا رب. ده لو بعت. إيه؟ ده لو بعت. ولو بعت. ده لو بعت كل سنة. طبعًا، ولو بعت السنة. ولو قعد، ولو قعد كذا شهر فاضل. طبعًا طبعًا. هي يقول لك إيه؟ قال ده بايع لإكس من المعلنين بمليون جنيه الإعلان، الإعلان ده بيتباع ب الشهر في مجال الإعلان لشركات صناعات صغيرة ومتوسطة. ولابد من حمايتها من خلال الدوله، لان احنا زي ما قلنا ان الفتره اللي جايه هتعتمد في الاقتصاد المصري على الصناعات الصغيره والمتوسطه. اخيرا انا بؤكد وبنادي وبناشد كافه المسؤولين في الدوله لاحترام الاحكام القضائيه اعلاء لسياده القانون، وتاكيدا على ان الدوله تحترم سياده القانون حتى يلتزم المواطن احترامه. بأناشد كافة المسؤولين والمسؤولين، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وزير الدفاع، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تم إعلامهم بالصيغة التنفيذية للحكم واختارهم بها، إلا أننا فوجئنا أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بيصر على إجراء المزايدة يوم 30/9، وهو نفس تاريخ انعقاد المؤتمر الصحفي. عشان كده احنا حبينا نعمل المؤتمر الصحفي في نفس تاريخ ميعاد إجراء المزايدة اللي بتعد إهدار للحكم القضائي وعدم اعترافهم بهذا الحكم، علشان نوضح الحقائق. قبلها احنا عملنا نداء للسيد رئيس الجمهورية في أكتر من جريدة، وقلنا ان احنا حصلنا على حكم قضائي، وإما ان القانون فوق الجميع، وبنؤكد كمان على ان لو كانت أجهزة الدولة بتطالب المواطنين باحترام القانون واحترام الأحكام القضائية، فالأولى بأجهزة الدولة أن تحترم هي أحكام القضاء. ده اللي احنا طالبنا بيه. النتيجة ان محدش سمع لنا، علشان كده احنا بنعمل هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح الصورة للرأي العام، وبدأنا في عمل حملة إعلانية في الأول دور شعارها القانون فوق الجميع ولا لإهدار الأحكام القضائية. الشعبة والشركات، الشعبة من خلال القرار الجمهوري اللي بيعطيها الحق في رعاية مصالح الشركات الأعضاء، هتحاول بكل الطرق القانونية الحفاظ على حقوق هذه الشركات، لأن هذه المزايدة هي بداية لمزايدات أخرى بتهدر حقوق الشركات وبتهدر التراخيص الممنوحة لهذه الشركات، سواء من الهيئة العامة للطرق والكباري أو لجهات أخرى، مما يزر بانهيار صناعة الإعلام في مصر. هذه الصناعة التي حتى هذه اللحظة لم تعد دولة حتى الآن أهميتها، ولأنها هي العمود الفقري لكل الصناعات الموجودة، ولا هي العمود الفقري للاقتصاد المصري. صناعة الغرفة، غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف والإعلان، هي الغرفة الوحيدة اللي بتدخل في كل النشاطات الاقتصادية وفي كل